في بعض الدول إلى طاقات بديلة، لا يعني ذلك أن أتخلي عن الوقود الحفوري الذي هو النفط والغاز والفحم. نعم، فحسب الدراسات التي تؤكد بأن الطلب سيستمر على الوقود الحفوري لسنوات عديدة قادمة، لعقود قادمة، يمكن بحوالي عشرات السنين، ولا تأثير لذلك على الطاقة الأحفورية، ولكن تعتبر هذه الطاقات البديلة، ما مش البديلة، المتجددة نسميها. ليس هناك طاقة بديلة للنفط، لكن هناك طاقة متجددة أو جديدة. هذه الطاقات تساعد أو تكمل الطاقة الحالية الموجودة في الدول وفي العالم. يعني طاقات بديلة الجديدة هذه ما هي إلا طاقات مكملة للطاقات الحالية. وأيضا الدول التي تقوم بتصدير وإنتاج نفط الوقود الحفور الحالي تقوم أيضا لديها نشاطات كبيرة في الجانب الطاقات المجددة. نعم، لا شك أن أشرنا إلى العديد من الدول العربية وأيضا دول شمال أفريقيا، ومن ضمنها المملكة المغربية تقوم الآن نحو تتوجه في نحو الطاقة البديلة، وبالذات الطاقة الشمسية التي المتوفرة لديها، وهناك مشاريع واضحة في هذا البلد نحو توجه لهذه الطاقة المتوفرة لديها. الأسعار الحالية مناسبة، ليست مرتفعة. الأسعار الحالية إذا تقصد عن سعر النفط الخام أو البرميل، الآن الأسعار الحالية تتراوح ما بين 100 إلى 110 دولار للبرميل، وهذا المعدل مناسب جدا. لسنا نحن الذين نخفض أو نرفع الأسعار.